استاذ شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شؤون البيئه، برحب بيك. اهلا، مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا عن هذه الحاله، اسبابها وازاي بتتعاملوا معاها حاليا. في الحقيقه هي الاسباب لسه غير معروفه لنفوق الحوت، ايوه لكن هي يعني ممكن تكون اسباب طبيعيه، وممكن يكون في بعض الاسباب اللي هتكشف عنها نتائج التحليل المعمليه، لان معهد علوم البحار بالفعل الفريق اللي تم تشكيله من خلال جهاز شؤون البيئه والمعهد النهارده الصبح اخذوا عينات من الجلد ومن اللحم ومن الاحشاء بتاعه الحوت علشان يقدروا يعرفوا الاسباب الفعليه للنفوق. دي أول حالة ما حصلش قبل كده إنه ينفق حوت بهذه الطريقة على شواطئ الإسكندرية أو أي مكان في مصر؟ لا، سبق وحصل دي حاله من النفوق، حصلت السنه اللي فاتت على شاطئ مرسى مطروح وتم التعامل معاها برضه. هو الحقيقه ان معهد علوم البحار بيفضل لو كانت الحاله للحوت لسه الجسد سليم، يعني ان هو يحاول يحنط الحوت عشان أيوة. الاستفاده منه في للمهتمين والباحثين، وفي حاله ان هو يكون جسده بدا يتحل ان هم يعملوا له عمليه دفن بطريقه امنه بيسموها طريقه الدفن الامن، بيستخدموا فيها الجير الحي وبيترك لفتره لحين ما يتم التخلص من اللحم بتاعه، يعني وبيتبقى الهيكل العظمي بيتم استخراجه بعد كده برضه لاستخدامه في الابحاث او في النووي يتعرض يتم عرضه في قاعده متاحف او حاجه زي كده. يعني هيتم التعامل معاه بنفس الطريقة اللي بتذكرها حضرتك، زي ما تم التعامل معاه السنة الماضية، يعني بالفعل في بالفعل استخدامات أخرى غير اللي حضرتك ذكرتها ممكن الاستفادة منها من الحوت النفق ده؟ لا يا فندم، هو القرار اللي تم اتخاذه من خلال فريق العمل العلمي المشكل من جهاز شؤون البيئة ومن معهد علوم البحار ان هو هيتم دفنه في احد الاماكن المناسبة والمخصصة لذلك، دفن آمن باستخدام الجير الحي والمشمع البلاستيك على اعماق مناسبة علشان خاطر بعد كده وبعد نقدر ان احنا نستغله او نستفيد من الهيكل العظمي.